كي درنا هاد الصوالح وكي درنا كل حاجه لا كيسيون الوحيده اللي تقعد هي ليكيب شنو هي اسكو هاد الفكرون راح يدينا 3600 كيلومتر اكرم يدينا هاد الفكرون ولا ما يديناش حرام عليك ما تسمعونوش ليكيب اسكو هذا يدينا ولا لا حطوها في كومنتات اصحاب الايفون هذا هو الايفون اللي كنت نظر مع نظر عليه هذيك النهار في اللايف في الانستغرام تسمى انا ما كنت معايا في الانستغرام تسمى في الانستغرام امين على فرق هذا مكان المهم هذا الايفون تنقسم شويه من هذا الكوتي وهذا الكوتي شويه يعني المهم هذا الايفون حكيته حكايه غير كيما سكت فوق التليفون ديالي من بعد سكت فوق التليفون ديالي ماشي يعني داخل الكراج كاين انسان اللي سوق فوق التليفون ديالي بالتراك اللي 2500 جي ام سي يعني تراك فيري تليفون مسكين ما راهوش راح يعيش صاحبي مد لي هاد التليفون باش نستعملو كل مومون ودوكا طاح لي من الفكر ومن الدار يعني كان قاعد هكا كنت نسوق بوم طاح تكسر هكا خلاص حكيتو ولازم دوكا نخلص 400 دولار باش ما باش نكونو الاس باش لا رولاسيون تاعنا تقعد توجور مليحه مي بون ليكيب جوست بار كامل راكم بيان جوست بار نهاركم راهو مليح خوكم احمد امين معاكم اللي ما شاء الله في فيديو جي هذا الفيديو حبيت نقول لكم بلي راح يكون اخر فيديو في ساسكاتون والله ما نقولش عليكم بصراحه نهضر معاكم بصراحه دوكا انا باش كيش راني نحس اكزاكتوم على هاد الحاجه مي راني نحس واحد الحاجه لاطاشمون هذاك تاع البلاصه اللي هادي عشت فيها انايا باسكو تفورميت هنا ما نقولش عليكم تفورميت في كل حاجه اللي راكم تشوفوا فيها في الفيديو اي تو سوا جات من ساسكاتون ماجوريتي تاع الوقت الور هاد الخطره هذا اول اخر فيديو اللي راح يكون في ساسكاتون لاني راني رايح نسكن في مونتريال لا كيستيون اللي تقعد دوكا هي كيفاش رايح المونتريال راح ندور فكرون ما تغلطش راحكم ما نرموش مع الفكرون الفكرون ما على باليش هذه الحاجه الاولى اسكو حنايا نعياو بالفكرون ولا لا لانه ما فيهش كليماتيزور وما تقدرش تروح 150 140 في هذيك لافيتاج تقدر تروح غير 100 110 120 تما تروح سايس كما يقولوا لي انه فكرون لا الحاجه الثانيه ما على بالناش اسكو راح يطيح لنا اون بان ولا لا لا يعني في وسط كندا ما كاين حتى حاجه كي تلحق الاونتوريو يعني ما كان حتى حاجه ربما ما تلقى حتى حاجه اللي راح تعاونك تما او ما على بالناش اسكو راح يطيح لنا اون بان ولا لا لا والحاجه الثالثه اللي راهي دوكا في راسي واللي هي اسكو كي ندخل هالصوالح اللي عندي في الدار داخل الفكرون اسكو نقدروا نرقدوا الداخل انا واكرم وي اكرم وجاي معايا ديسي دا جي معايا هذا هو صاحب تاع صح اكرم صاحبي تاع صح ديسي دا جي من موريال وجي لنا ويعاوني باش نرحل حتى الموريال يعني هذه حاجه فري مقدرها الاولى تشوف فيها هكذا هذا الفيديو اكرم حبيت نقول لك جزاك الله خيرا وما ننساش خير الور واش راني حاب ندير دوكا راني حاب نفيريفي الفكرون والموديفي الفكرون يعني باش يكون في الراحه ديالنا باش كي نروحوا بهذيك الرحله نقدروا كيما نقولوا نديروا لي ماكس الماكس ديالي باش هكا الفكرون ما يحبش تما ماشي كي يحبس نقول لكم غردت هذه او راني حاب نديرهم كامل قبل ما ندي ماري به وراني رايح نوريه لكم كاع في هذا الفيديو لا نطول عليكم كيف عين صوتي ما نقولوش صور احنا ثاني هنايا ولي بلاتفورم اوكي سو دوكا راني نخمم اكرم ما حبش يتفق معايا ما حبش يهضر كاع اوكي راني نخمم ندير له جوج خطوط بالصفر هنايا امور وخط هنايا وخط هنايا وهذا يقعد والله كل الخضرة هذيك بصح على بالي لو كان نحي ندير له هذوك الخطوط اللي قلت لكم عليهم شغل هكا يبان براءة وهكا يا غير ندير له ديك الصفورة تروح للبراءة هذيك تاع الفكرون ما على باليش وعلاش بانت لي بيزار الور صوتي والحاجة أخرى خاص عندي صبيغة صفرة الله شغل قلت نستعملوها واش بان ستيل تاعك؟ زوج من هيك وحدة منها شغل ما نديرو ديك الشابو الله هكا ما دير وحدة برك ماشي زوج وما تخليهاش هكاك فاهم ما نديرهاش كيما توتي هيك على بالي تخرج شابة
وهذه ما تديرش فيها لي سينيور كيما جي تي بالك بالك يا هو بوني ديالك اللي عجبني خدمت فيها عطيت لك بوني باش نجيب لكم باش ندير لكم لي سينياتور كيما داير فوا تحبوا نديروا في لي سينياتور حطها في الكومونتير خذ بيها تبخها قبل الصفر قبل الصفر مخرجش مليحا خيرا خسرنا بلعبة نورمال واش معناتها هذه ما كانش مشاريع خلاص صح تضرب طاح الى حبيتي اذا ندمت خلاص ايه يا اخي ما نقولوش صور احنا ثاني ايما ديك سبيرا بون والله ما حبيت تشد لي سبيرا هيكا لازم نحكها والعفايس هذوك ومانيش حاب نديرها لصالح انا قلت نديرها بوزربون هاي اخر الصافا عندك خرب من والو هكا وتانيت زدت له باف هنايا بوس هذا الباف بوس هذو تاع الاودي اسيست عنيت واحد راهو هنايا الله باش الموسيقى تكون مليحه هكا في الطرد باسكو يدخل له شويه الريح من هيك ومن هيك تسمع لك صوت الريح وكذا وفي الوسط درت له هذه اوكي هذه هي باش تحط الكاس ديالك جات شويه عاليه على النورمال اللي يعني حابها مي كومام انتيك وهنايا عندك واحد اخرى ثاني تفتح باسكو هذا شغل يخرج اوامون اوكي حاجه واحده اخرى واللي هي نولو زسمانات لارير الو لا تليفون نهار طاحنا اونبان حبسنا في دار صاحبي بعدا حبسنا في دار صاحبي صاحبي دي سيدا باش يعاود لنا الفلاش الو هاكا الفلاش دوك نكون خدم لي تكنيك بزاف مليحه دوك هاد القاعده درنا له هاد الحطباش والكونطوار باش تحط فيها الاورديناتور الحاجه الفور كامل في هاد البندوكا هو الفلاش شوف الفلاش كيش يولي ثم يطلع هاكا ويهبط هنايا ويولي بلاتفورم فيها الفلاش ماشي انتك هيا بصح شنو الحاجه اللي ماشي مليحه فيه هذه ثقيله شويه اوبس ايوا وتعاود تحطها تولي هكا شغل يولي شغل كانابي قاعده تلفزيون من هيكا عندك هذيك هذيك الحطبه اللي تشوفوها شغل كونطوار اللي هيكا هذاك اللي كان بالبيض نحيته باسكو كان يدير في الضيق هذا ما كان كان يدير في الضيق وما كانت عنده حتى حاجه ابارت ما تحط الحوايج اللي راك حاب تحطهم فوقه مي برومو ما سحقوش سرتو مع الرحله لازم دوكا نديرو لي سباس من اللي هي كان لهنايا هادو مال لتحت كاع لازم يتعمروا بلي سباس درت له الروف راكس هادو ما وان شاء الله اليوم ولا غدوه ولا غير غدوه نلقى له هذيك السله اللي تجي من فوق باش نحط فيها كامل هذا الدوزان تاع الكراج الله باش يتحطوا من فوقها وشويه صوالح نعمروها المهم نعمروها باش امو يقعد لي سباس هنا باسكو اكرمه وجاي معايا ثاني راح نرقدوا لداخل لازم يكون عندنا إسباس. حاجة أخرى هي ليكيب درنا له راديو جديد. هذا راديو جديد بزاف على اللي كان فيه هذا كان فيه هبط ويطلع قديم خدم في 2007 وقيل 2008 هذا فيه البلوتوث فيه العبايس الملاح كامل. درت له هذه الحية هنا يوم وهذه بزي تشارجينا ودوكا هذه الحاجة كنت نحوس عليها حتى ما لقيتهاش كاع ما لقيتهاش كاع ما لقيتهم جا لقيتهم غاليين بزاف. ولا ما كاش الور حتى اليوم باش لقيتها ومازال يومين كنت مستريس عليها وخاطرش ما عنديش وين نحط الدوزان لو كما تكونش هي وهي هذه الحاجه نوريها لكم ربي سبحانه وما فيها غير الخير لك بصبر بك صبر اوكي انا كنت كل يوم قاعد تما كل يوم هذه الحاجه اللي كيبس اللي تجي من فوقها اوكي هذه هي سيدي كان يستعملها كان يستعملها في الجيب ده لم تكن هذا العفايس منها صالح وكان حطها ونشوفوا كيفاش تخرج عطاني هذه وعطاني شكارة باش نكوفري من فوقها اونك يطيح الشتاء والعفايس وعطاني الهاردوير الهاردوير هادو هما البولونات اللي باش تربطها مليح باش تحكمها مليح هاي نديروها دوكا راني اكسايتد هذا المنظر من فوق هذا هي كاميرا شو المنظر من فوق هاد السلة كنت نغلق فيها منها من هيكا وهنايا كنت نسيي فيها غير دريبيا هاملك سولار بانلز
وهاولي اكعف بوم او تشدك بيا متقاعد والله تشدك بيا تشدين زعما اوكي ابياش الحاجه الاخرانيه واللي هي بلوز امبورطون تاع الفكر كي تكون واحد دي طراجي تاع 3600 كيلومتر واللي هي درايف ترين تما الموتور ود لا سسبنشن عفسه راهي ماشي ابان الحكمه ابان المهم لازم تكون كل حاجه مزيره كل حاجه راهي في بلاصتها واليوم انا فيريفي هذيك النهار بدلت له الترموستات خسرت له الخيوط تاع الماء ديالو تيوات هذو كامل فيريفيتهم كل حاجه راهي في بلاصتها وبدلت له كامل الماء تما نحيت له كاع الماء هذاك تاع العين ودت له الانتي فريز دوك هذاك الانتي جال ولا تقدر تقول له ما على باليش يقولوا اون فرونسي ولا باللغه العربيه الماء اللي ما يجمدش الماء اللي ما يغليش المهم حاجة أكو فهمتوني جاني حاب نقول لكم على دوكا اليوم نديرو هذيك الفيريفيكاسيون الأخرانية باسكو على يومين هذه الحاجة راهي رايحة تصوب 3600 كيلومتر بدون نقاش خاطرش مانيش حاب نحبس هنا في وسط طريق في الغابة بعد تماما كانت تولي لا آلي لا روتور راك بعيد على الدار 1500 كيلومتر وراك بعيد على موريال 1900 كيلومتر على ماشي حاجة سهلة لما تكون في هذه كل الستياسيون وكان باكم بالجي تي الناس اللي تبعتني خلاص لي ليسونس ومشي كاع حاجة مليحة أول اختران سي إن شاء الله ما يصلناش كاع الستياسيون راح نفيريفي الموتور ونشوفو كي بعد بسم الله حطو هادي هنايا أيا بيان هكايا دو كنشوفو واش كاين واش معكاش بون ليكيب انا فيريفيتو طري طري بيان الموتور هاديك النهار الوغ هاوليك لالتيناتور الجديد اللي درناه يشارجي الباتري هذا كاب هذا الكاب واحد جديد هذا يحكم لابليسيون داخل الباطا ما عندناش حتى حاجة فيزوال كيما قولت تقدر تشوفها بلي فيها مشكلة انا بيان هاد الموتور الناس اللي ما تعرفوش يقولو ارفندو خدمة الطويلة في 84 اوكي في الفاره معاوده راك تشوف فيها هذيك الكلوش تاع الفاره مليك بيان دوك ان فيريفي لو زيت ولا فايس وانتهى الامر هاكا كي درنا الصوالح وكي درنا كل حاجه لا كيستيون الوحيدة اللي تقعد هي ليكيب وشنو هي؟ اسكو هاد الفكرون راح يدينا 3600 كيلومتر؟ أكرم يدينا هاد الفكرون ولا ما يديناش؟ يديناش؟ فوت حرام عليك حنا نبداو واش باهي؟ ما تسمعونوش ليكيب اسكو هذا يدينا ولا لا؟ حطوها في كومنتات دوكا نحي هذيك الجيب باسكو هذا طيوطا ماشي جيب خويا تاع موسى ليا بوي الحق اوه تكسر مش بيه انا ينسى علي اخويا بس الغبرة الغبرة في الجارج بزاف والله بيوم بوني كيف ما تقوش عليكم الفيديو مش ما تقوش بزاف حبيت نقولكم بارك الله فيكم ادعونا بالخير ان شاء الله يرجعوها حطونا في كومنت ادعونا بالخير ان شاء الله يرجعوها شكرا يرجعوها ان شاء الله نلحقوا تسمى قصدي نلحقوا الموريال اول ما عجبكم الفيديو ما تنساش تامز اب جايز سماش ذات كومنت ان ذا كومنت سكشن حطوا كومنت قولنا رايكم ادعونا بالخير بالكومنت ان شاء الله يلحقك ولا رايك اسكو راح يلحقنا ولا لا الا تعرف رميك عليك ولا ابو زهر هكا هكا اللي كيف انا ما طولش عليكم وتهلاو في روح فيكم هيا بيس عم بنا خلاص الفيديو كش عامل اسكو تسوق واحد هكايا تسوقي واحد هكايا وزعما تسوق بيه 3600 كيلومتر انا بالحق نقول لكم على بالي بلي راح يديرها على بالي بلي راح يسوق 3600 كيلومتر بدون مشاكل غير تسمى قد الله ما شاء صالح حاجه مي كل مومون عشان نشوف بعينيا على بالي بلي ما كان واحد الحاجه حبيت نبارطاجيها معكم الاخرانيين اللي قاعدين هنا الو قبل ما نقول لكم تهلاو في روحتكم حبيت نقول لكم بلي نهار كنت نبني في الفان هرم أو واحد دو سيمان وانا نخدم يوميا مو الخدمة عيا كلش نكمل نخدم ما بان تحت الريزولتا نحي في هاديك خدم تيوات خدم دير هذا نحي سقم الضواوي دير الصوالح كامل اللي حبيت الفيزيون كان شغل الايماج اللي كانت عندي في راسي بديت نعيا بديت نعيا ما نقولش عليك خاص غادي تخدم بصح ما راكش تشوف البروغريس ما راكش تشوفو هو وي صرا البروغريس ما راكش تشوفو ما راكش تشوفه الله من بعد واش ديسيدي نكمل ما عنديش حتى شوا ابار نزيد نكمل بعدا كي
بديت نكمل كملت لحق الطرواز يوم سيمان بدي نشوف البروغرام بدات الله تكمل بدات الحيوض يكملوا بدات كل حاجة بدات تطيح مع بعضها الرابيد. حبيت نقول لكم الله ما مشونز في الحياة، مين ذاك يعني تبدأ تخدم في حاجة ما تشوف حتى بروغرام ما تشوف حتى حاجة اللي يعني يطلع لك المورال هذاك اللومه ما كاش ديك تاع اوه يا صراحة هذه تولي لك الإحساس اللي يخليك تكمل عارف واش دير تما واش دير تما لازم نزيد تكمل اعرف بلي بروغرام راهو جاي كيما راك تبني في البال على بالي بلي بروغرام راهو جاي على بالي جست ما شفتوش على بالي بصح كيما تروح للصالة اي ما جيت تروح للصالة على بالك بلي الصالة تمشي كي تروح للصالة تاع الحديث على بالك بلي لو كان تكمل تخشى بصح اسكو كي تروح برومي خطره وحده وتروح للصاله هكا وتروح للمرايه ولا تروح للمرايه وتشوف هكا روحك اسكو تشوف يعني تبدلت فرونت اند مولولاني كامل في حياتك ما تشوفوش بصح تكمل على بالك لو كان تكمل راهو راك رايح يعني تبدل الكور ديالك كيما راك حاب لا ما مش زادي في الدنيا هذه اللي كيباش من داك ما تشوفش بروغرس بصح عارف باللي يكون عندك هذاك الامل باللي هي راح ننجح فيها راح ننجح فيها وراح ندير لك حاجه بالك دوك ماهوش بالي بروغرس بصح راهو رايح يبان بروغرس لو كان انا نكمل انا ما نطولش عليكم اللي كيف يعطيكم الصحه كي قعدتوا في هذه الدقائق الاخرانيين وانفيستيهم يعني في هذا الفيديو خير من تنفيستيهم نقول لك بالك في الانستغرام ولا فيسبوك وحشوف حاجه اللي ربما ما تهمكش الحياه هذه اللي كيف تو شورت تسمى دير لها فايس دارك حابهم وقعد غادي فيها هكا اللي كيف ما نطولش عليكم ولكم بيس السلام عليكم. راح هذه معناها راح خلاص وين راس خلاص.